مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الأجزاء السابقة في الموضوع ديال بوشعيب مول الكيران، مشاهدينا الكرام، الفيديو الأخير تكلم فيه عصام وفؤاد أنهم مقبلين على أنهم يشوفوا الأب ديالهم بقرار ديال المحكمة. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع للتوضيح أكثر، الزوجة الثانية والأبناء ديالها عندهم محامي بطبيعة الحال هو اللي قام بالإجراءات. يعني اللائحة اللي هي غادي تشوف بوشعيب هما الأبناء ديال الزوجة الثانية، باستثناء عصام وفؤاد غادي يكونوا على جد مقربة من المنزل باش يوفيهم الإخوة ديالهم في الموضوع. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الهند. من هي هند؟ هند ابنة الزوجة الثانية، جات تشوف باها مجموعة من النقط فيها علامة استفهام. تبعوا معايا هند، شكرا لك أنك شفتي معنا الموضوع باش ننور الرأي العام أكثر. أنت جيتي اليوم معكم المحامي، معكم الطبيب، باش تشوفوا الأب ديالكم. كيفاش دخلتوا؟ شنو اللي وقع؟ درنا الإجراءات ديالنا، جاب لنا تصريح المحامي الأستاذ ديالنا الله يجازيه بالخير، جاب لنا تصريح أننا غندخلوا نشوفوا الأب ديالنا. اليوم هو أول نهار كان عندنا نشوفوه بالحضور ديال المفوض القضائي. دخلنا شنا الأب ديالنا، لقيناه بأنه مع الأسف واحد الحالة، في حالة ما مش غنقول فوالا يرتاله، ما عندي ما نقول لك عليها. السيد مخلوع وغير تيبكي وضعاف بزاف، ضعاف بزاف في واحد الدرجة ما تتصورش، وغير تيبكي ومخلوع، مخلوع من بنادم اللي حداه مخلوع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو عرفك أنت ملي دخلتي عنده؟ لا ابدا. تنقول ليه واش عرفتيني؟ تيقول لي سي محمد. مره يقول لي سي محمد، مره تنقول ليه لا راه انا بنتك هند. انت بحال بنتي وانتي بحال ولدي. قال لي الزوج ديالي واش عرفتيني؟ قال لي اي سي محمد. فمو غير سي محمد، ما عرفني لا انا لا الزوج ديالي لا خويا لا والو. نعم. وغير تيبكي مخلوع، تيبكي تيبكي. نعم. وتيقول لا احنا ما غنضربوش، وعلاش البنيات وعلاش المضاربه. وتي اللي شافو باغي تحنا لي على يدو يبوسها، وتيترعاو تيتحنا لينا على يدينا. انت ملي دخلتي لعندو كيفاش تعاملوا معك ولادو، يعني الاخوه ديالك اللي من الزوجه الثالثه والزوجه الثالثه تاعك، كيفاش لقيتي المعامله؟ انا الزوجه الثالثه في الاول ما شفتهاش نهائيا، حل لينا من الباب مع المفوض القضائي. دخلنا ما شفت فيه ما شاف فيه، دخلنا ديريكتومون عند الوالد، البيت ديال الوالد. هذا ما كان، مي جاتني الحاله ديالتو ما تطمنش. انا كنت جايبه الطبيب ديالي، وهذا باش يدير ليه معاينه. 4 سنين هادي ما شفتوش، وتنسمع عليه بانه اخبار خيبل تنسمع عليه الاكثريه. مي سمعت نيت فؤاتي شنو قال على امه، بان ضربه ليدو، ضربه راسو، حنا حاضرين ليها لان كان في الكلينيك وجينا كلنا وكانت الضربه في راسو، وهذا هذيك حاضرين ليها. وعلى الضربه في يدو، وعلى عمتي هي اللي كانت تجي هنايا وكانت قالت لي حتى هي بان سنانو مهرسين. فعلا سنانو مهرسين، ما دخل سنان ما كاينينش مهرسين ديالو. من حقي انا نجيب طبيب، من حقي زعما كالوالد ديالي، جايبه لومبيلونس، جايبه الطبيب، جايبه كل شيء باش نلقاو في حاله يرتلها يخرج يتلقى العلاج ديالو، الخبره ديالته الطبيه، الفحص، كل شيء، التحاليل وكل شيء. وهذا باش يكون باغا نداوي الوالد ديالي، باغا يخرج يداوى وياخذ العلاج ديالو. نتوما بحكم انه الام ديالك هي لازالت زوجه ديالو، هذا الاجراء ما كتشوفوش انه تعطلت فيه شويه هند؟ 4 سنين انت ما شفتيش الوالد. 4 سنين وحنايا في المحاكم، 4 سنين وحنا في المحاكم. هذا المحامي دابا اللي جاب لنا التصريح هو المحامي الرابع او الخامس، دزنا قبل منه عند عده محاميين، محاميه وجوج محاميين اخرين لا داعي لذيك الاسماء. والشكايات درنا شكايات في الدائرة 8، في هذيك ديال الأنفا الكبيرة، في ديال البلدية، كاع الكوميساريات درنا فيهم الشكايات. دزنا عند قاضي التحقيق، خدا الأقوال ديالنا قاضي التحقيق، ودرنا حنا الإجراءات. ممكن من بعد نعطيك السمية ديال المحامي إلا بغى هو يهضر علينا، راه يهضر علينا. حنا غاديين في مسائل قانونية، حنا باشي ديال المضاربة، باشي ديال العصا، باشي ديال والو، غادي مسائل قانونية. نهار الاول فاش جينا هنايا باش يشوفوا خويا المهدي وعصام، وكانت بنتي نيت وشي ناس من العائله، وهذا تلقاو العصام خويا، ضربوه، هرسوا ليه نيفو، غيب، مشى دار نيت هويا عصام. ما عرفش قال لكم ولا لا، المهم غيكون قال لكم.
وعنده الشكايه ديالو وكل شيء. ومشينا لهذاك المضاربه، مشينا في مساتي في الاول، مشينا في المضاربه لا انا لا خوتي، الصراحه حتى واحد فينا ما ديال المضاربه ما تسمح له. مشينا مسائل قانونيه لان هذا ولات حق وقانون، قلنا ما كاينش اللي غيجبنا حق نقض القانون، غاديين بايطاب بايطاب. فاش نيسو من شي محامي تنمشيو للمحامي اخر، وهذا الاخر صراحه هو اللي بقينا معاه دابا يا عامين هادي، ولتبعنا الملف وكان الحمد لله نزيه في خدمته، وتعامل معنا تعاطف معنا، تعامل معنا بحال خوتو، بحال هو خونا كبير، بحال كلشي. السؤال الاخير اللي عندي معك كيتعلق بهذه الخطوات اللي درتو الان، شنو قال لكم الطبيب ولا مازال ما جاوبكمش ولا باقي كيشخص في الحاله ديالك؟ الطبيب في الاول فاش دخل ما خلاوش يدير الاجراءات ديالو، ما خلاوش يدير الاجراءات ديالو. انا يا الدليل باش انني انايا في ضربه الدليل، بغيت نهز التليفون نصور بانه ما خلاوش الاجراءات ديالو، تهجموا عليا خوتي الاخرين بالسب والشتم والسبان. حضرت راسي وخرجت انا وخويا، وخلينا الطبيب وراجلي تما، بقى معاهم راجلي تما. صافي انايا خرج بالسب والشتم. المفوض القضائي تا هو معكم؟ المفوض القضائي تا هو كان تما كاينه. الان دابا كطالبوا بانكم غتوديوه للمصحه باش يداوى. بغينا نديو المصحه، واش حنايا ما عندناش الحق؟ حنا ولادو تحنا، واش حنا ما عندناش الحق اننا تحنا نديو المصحه؟ لا، الام ديالو زوروا وباعوا وشراوا كيف ما بغاو. هادشي اللي كاين، وكانوا تيديروا حتى في الاملاك ديالو، تياخذوا هما الفلوس تيستافدوا بهم هما، تتمشي هيايا تدير عقود مع مالي الكريم الصالحه هيايا بالفلوس ديال الوالد، وتتخرج لهم كيران. ما بقاوش شي حتى من هما السبب، حتى من البنك ما بقاش شي فيرسيو فيها الفلوس، وكانوا شي طريطات على شي كيران تما كاينه، ما بقاوش يتخلصوا الكيران، تخرجوا تما في السيز، يعني ما مشاوش داكشي مزيان وداروا خدمه يديهم. ولكن حنايا دابا هادشي منهم الله، ربي فوق كل شيء، حنا باغيين داك السيد هو اللي يخرج ويتلقى العلاج ديالو. حقه مثل حق بحال اي مواطن، الحقوق ديالو في العيش وفي العلاج فهذا تكون. هند شكرا لك، عطيتينا مجموعه من النقاط في الموضوع، كنتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا اول تصريح لهند اللي هي من الزوجه الثانيه، الان حنا على جد مقربه من المنزل، الطبيب يقوم بالتشخيص الطبي اللي كيخولوا ليه القانون بطبيعه الحال القرار ديال المحكمه من اجل الاطمئنان، وكذلك ما هي اسباب ومسببات وقائع او الوضع اذا صح التعبير ديال بوشعيب. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع الملف وسوف نوافيكم بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.